هذه صور جديدة الآن تصلنا لهذا التفجير أو للمنطقة التي حصل فيها التفجير. هي منطقة ساحة الطيران في وسط بغداد، وهي قريبة طبعا من ساحة التحرير التي شهدت العديد من التظاهرات والاحتجاجات في السنة الماضية. في السنوات الماضية ذكر لنا زميلنا منتظر رشيد بأنه تعرضت هذه المنطقة للكثير من التفجيرات، ولكن هدأت الأمور في السنوات الأخيرة. عادة ما كانت القاعدة وراء هذه التفجيرات أو داعش، حتى الآن ليس هناك أي أصابع اتهام لمن قام بهذين التفجيرين.